كلشي كيسول على القصه ديال كاميرون هيرين، القاتل الوسيم اللي بلا شك كاملنا سمعنا عليه وعلى الضجه اللي وقعت عليه. خليكم معايا نعاود لكم القصه باختصار. نهار 23 في شهر 5 كانت جيسيكا وبنتها الصغيره دايره في لابوسيت كتمشى حدا واحد البحر في مدينه تامبا في امريكا. في ديك الوقت كاميرون كانت في عمره 18 عام، وديك الطوموبيله اللي كان صايب كانت هدات ليه من طرف الوالدين ديالو من بعد يومين فقط من التخرج ديالو. كل واحد فيهم كان سايق طوموبيل، الوغ وقفوا طوموبيلاتهم بجوج قدام واحد الفروج وكانوا كيتسناو الضو الخضر باش يبداو السباق ديالهم. اون فوا بداو السباق ديك الوقيته السيده اللي كانت مع بنتها كانت وسط الطريق قاطعه، والطريق كانت فيها 40 كيلومتر في الساعه ولكن كاميرون كان غادي ب 160 كيلومتر في الساعه. صاحبو شاف السيده وبنتها وتحنى على الطريق ولكن كاميرون ما قدرش يتحكم في الطوموبيل، الوغ دخل في السيده هي ولا بوسيت ديال بنتها. بقوه الصدمه لابوسيت ديال الدريه والدريه والام طارو، هزوا البنيته وامها المستعجلات، ولكن للاسف بعد ساعات قليله الام ماتت، ونهار الثاني ماتت البنيته الصغيره اللي عندها عام. من بعد اتهموا كاميرون وصاحبه بالقتل بالعربات وبسباق الشوارع وتعريض حياه الناس للخطر. من بعد سنتين حيدوا الجون صاحب كاميرون تهمه ديال القتل بالعربات، وخلاو ليه التهمه ديال سباق الشوارع وتعريض حياه الناس للخطر، وحكموا عليه بست سنوات سجنا نافذ. وفي 8 ابريل 2021 تم اتهام كاميرون هيرين بالقتل بالمركبات وبسباق الشوارع وتعريض حياه الناس للخطر، واللي حكموا عليه ب 24 سنه سجنا نافذا. هذه هي قصه كاميرون هيرين الشاب او القاتل الوسيم كما لقب باختصار. شنو هو نظركم في الحكم؟ كنتمنى تخليوا لي لايك، تعليق وحركة.